أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في مساء جديد ولقاء يتجدد على شاشة قناة المكلا، ومرحبا بكم في برنامج حديث الشارع الذي يأتيكم مساء يوم السبت من كل أسبوع في 8 مساء. الليلة قمنا باختيار موضوع من أجلكم، شعرنا بوجود ضرورة ملحة لتناول هذا الموضوع من أجل توعيتكم وتثقيفكم للحفاظ على سلامتكم أولا وثانيا وثالثا، فصحتكم لدينا بالدنيا. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن صحة حضرموت ومدى جاهزيتها لمكافحة الأوبئة. نعلم جيدا حول تفشي وباء الكوليرا في اليمن بشكل عام، حيث صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بأن الكوليرا في ارتفاع مرة أخرى، وقد تمت معالجة أكثر من 11400 حالة مشتبه بها منذ بداية عام 2019 في 11 مرفق تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن ولحج والضالع وصنعاء والبيضة وذمار والحديدة ومأرب وصعدة وعمران وتعز. ونوهت اللجنة قائلة: نحن مستعدون للاستجابة لاحتواء أي تفشي محتمل. وتعد الكوليرا من الأمراض المعدية، وتنتقل عن طريق بكتيريا تسمى الفيبريوكلوريا من خلال الأشربة والأطعمة الملوثة بهذه البكتيريا. مكتب منظمة اليونيسف في اليمن كان قد صرح قائلا: نعتقد أن مسؤولية الجميع العمل على القضاء على الكوليرا في اليمن. هذا واستعدت حضرموت وبالشكل الجيد جدا لمكافحة وباء الكوليرا عندما عملت مع الجهات المختصة كالصرف الصحي ومياه الريف والبلدية وصندوق النظافة، ليتم بعدها بفترة موجزة إعلان خلو حضرموت من الكوليرا. لمزيد من التفاصيل تابعونا بعد الفاصل. عدنا والحلقة ما زالت مستمرة. عزيزي المشاهد، عند إصابتك بالإسهال الحاد المصاحب للقي والعطش الشديد وجفاف في الجسم، توجه فورا إلى أقرب مرفق صحي ليتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة. سيتم تشخيص حالتك ووصف العلاج المناسب. محلول الإرواء من الحلول الناجحة لتلافي تطور المضاعفات بمرض الكوليرا. هذا وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه لم يتم التغلب حتى الآن على وباء الكوليرا في اليمن، الذي يعد أسوأ تفشي للمرض على الإطلاق نتيجة لانهيار المرافق الصحية وانعدام خدمات المياه والصرف الصحي. ولكن من جانبها قد أكدت منظمة الصحة العالمية بمواصلة توسيع نطاق الاستجابة لمنع اتساع انتشار مرض الكوليرا، وببذل كل ما في وسعها لتجنب سيناريو عام 2017 بما في ذلك استخدام التدابير الفعالة في الوقت المناسب. دعوني أترككم الآن لمشاهدة تقرير الحلقة لهذه الليلة الذي قد أعده لكم طاقم قناة المكلا، فلنتابع. عاودت موجة وباء الكوليرا للظهور مجددا في الكثير من المحافظات في ظل أوضاع الحرب التي تعيشها البلاد. مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بساحل حضرموت كان قد استعد بشكل جيد في المرحلة الأولى، وسجلت فيها حالات كوليرا في عدد من المديريات وتمت السيطرة عليها في العام 2017، إلا أن عودة الوباء الجديد جعل من مكتب الصحة
ينشط مجددا برفع الجاهزية العالية لضباط الترصد مع استحداث مراكز معالجة في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وهيئة مستشفى ابن سينا ومنطقة ميفع. تعرف منظمة الصحة العالمية الكوليرا بأنها عبارة عن عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا، وهو مرض يحدث في بيئة تحيط بها الحرب والفقر، ويرتبط ارتباطا وثيقا بخدمات الصرف الصحي السيئة ونقص مياه الشرب النظيفة. جهود يبذلها مكتب الصحة بالاطلاع المباشر على الوضع الوبائي في مديريات المحافظة وخصوصا مديرية بروم ميفع ومدى استعدادها للتعامل مع الأوبئة سواء حميات أو إسهالات مائية حادة، خصوصا أن المديرية من المناطق ذات الخطورة ولها حدود مع محافظة شبوة المجاورة. يظل انتشار طفح المجاري والقمامة أمام المطاعم والمنازل في مدينة المكلا وبقية المديريات عامل مساعد في عودة الكوليرا إلى المحافظة ما لم تقم الجهات ذات العلاقة بواجبها في معالجة كافة الإشكاليات التي قد تساعد على انتشار الوبائيات، خصوصا مع اكتشاف حالات كوليرا في المحافظات المجاورة. تصريح مدير عام مكتب الصحة الدكتور رياض القريري كان واضحا وشفاف ولا يدعو للقلق البتة. تفاصيل أكثر سنحظى بها من الدكتور القريري شخصيا عند استضافتنا له، ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذه الليلة التي تتحدث عن صحة حضرموت ومدى جاهزيتها لمكافحة الأوبئة. معنا على الخط دكتور رياض القريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. دكتور رياض مساء الخير. الو مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا دكتور رياض، كيف حالك؟ الحمد لله حياكم الله. انت معنا على قناة المكلا على الهواء مباشرة. يا مرحبا حياكم الله. تسلم تسلم دكتور رياض. دكتور رياض حدثني عن الحملة التي تقوم بها حاليا مكتب الصحة بساحل حضرموت لمكافحة وباء الكوليرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اشكركم على هذه الاستضافة وأشكر قناة المكلا أنكم معنا دائما في مواكبة الأحداث. نعم. خلالكم نوصل إلى المواطنين. ألو. شباب التغطية ما سمعش الدكتور. الو ايوه نعم دكتور رياض انا معك، الصوت بيروح وبيجي. انت طيب هل نعاود بك الاتصال مجددا ولا المكان اللي انت فيه تغطيته كويسه؟ تمام تسمعونا تمام الان؟ انا اسمعك الان. انت تمام؟ انت تسمعني؟ ايوه اسمعك تماما. تمام تفضل كمل كلامك بخصوص الحمله اللي بتقوموها لمكافحه الكوليرا. طبعا نحن بدانا استعدادات مبكرا في صحه ساحل حضرموت من خلال لجنه الوبائيات وايضا لجنه مكافحه الكوليرا العليا، وهذه اللجنه برئاسه الاخ المحافظ وشراكه الجهات ذات العلاقه سواء كان صندوق النظافه او المياه والصرف الصحي او هيئه مياه الريف او البلديه او الجهات الاخرى التي لها علاقه في هذا الجانب. طبعا قمنا بعده اجراءات من خلالها جئنا وهذا اهم من خلال التعرف على اسباب الكوليرا، وذكرتم انتم في مقدمه البرنامج ان مياه الشرب والأطعمة هي من الأسباب من أكثر الأسباب لانتقال الكوليرا عندما تكون ملوثة بهذه الحميات للبكتيريا الخاصة بالكوليرا. صحيح. طبعا جانب آخر ركزنا بشكل كبير على توقف الحالات الوبائية وتسجيل أي حالات اشتباه كوليرا في الساحل لدينا في مثلا أي محافظة من محافظات المجاورة. هناك أيضا الاستعداد يعني كحضرموت لم تسجل أي حالة للكوليرا. سجل أي حالة مؤكدة بالكوليرا ولكن لدينا حالات اشتباه تقريبا تصل إلى اليوم تقريبا 15 حالة اشتباه
كوليرا لكنها حالات مشتبهة لم تؤكد مخبرين حالات مشتبهة كوليرا. نعم. الحالات السابقة تم نفيها من خلال الفحوصات الفحص الزراعي. الو الصوت دكتور رياض الصوت بيروح بيجي. أسمعينك؟ أيوة أسمعك ويروح ويجي. طيب نعم لم تسجل أي حالة للكوليرا في حضرموت للآن؟ يعني حتى 15 حالة هي فقط مشتبه بها. دكتور رياض ما زال معي على الخط؟ دكتور رياض؟ أيوة نعم معك دكتور رياض أسمعك تمام. أيوة 15 حالة هم مشتبه فيها مش لا حالات مشتبه وتم نفيها من خلال الفحوصات المخبرية في الفحص الزراعي كلها حالات سلبية لم تكن ليس حالات كوليرا وإنما اشتباه كوليرا. جميل أنه تم نفيها. طيب ما هي التدابير الوقائية المتخذة من قبلكم في مكتب الصحة دكتور رياض؟ أهم التدابير الوقائية تتركز على زملائنا في الجهات ذات العلاقة وخاصة الأخوة في المياه. أغلب الحالات التي تنتقل عبر مياه الشرب. صحيح. فأخواننا في مؤسسة المياه وأيضا هيئة مياه الريف اللي هم تدخلات وأيضا هناك فريق تدخل سريع تم إنشاءه من قبل اليونيسف في هيئة مياه الريف. ويشتغلوا معنا جنبا الى جنب. من اهم التدابير الوقائيه هي كلوره مياه الشرب. نعم. واستخدام ماده الكلور في مياه الشرب بحيث انها تكون سليمه وتمنع او تقضي على البكتيريا. وهناك اجراءات وتدابير اخرى من خلال حملات النظافه بشكل عام في المدينه وايضا حملات على الباعة المتجولين والمطاعم وغيرها تفتيش من خلال البلديات وايضا الجوانب التثقيفيه والتوعويه للمواطنين كيف الاجراءات الاحترازيه لمنع انتقال هذا المرض. طيب كيف إلى الآن متى بدأتم بالحملة تحديدا؟ نحن بدأنا تقريبا قبل أسبوعين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. نعم. مشان مكتب الصحة بالمحافظة وأعطينا رسائل لزملائنا في الجهات ذات العلاقة بأن يتخذوا إجراءاتهم. وهناك إجراءات روتينية مثلا المياه كلورة مياه الشرب هذا إجراء روتيني. نعم. الكلور موجود في مياه الشرب يتم فحص مياه الشرب بشكل روتيني خاصة في لإتباع مؤسسة المياه والصرف الصحي. نعم. طيب دوركم كمكتب الصحة مثلا أنا عارف أنه يمكن مش موضوعه لكن القمامة والمجاري كمان يعني هي العامل الرئيسي يا دكتور رياض في أن تسهم في وجود الكوليرا. أنا عارفة أنه القمامة كمكتب لصندوق النظافة اهتماماته ومياه المجاري لمياه الصرف الصحي بس كمان يعني هم موجودين من قبل الكوليرا فأنتم كمكتب صحة إيش دوركم في هذا الموضوع؟ طبعا نحن لنا علاقة كبيرة مع زملائنا في المكاتب الأخرى وتم توجيه رسائل لدق ناقوس خطر في هذا الجانب لزيادة وتيرة الإجراءات المتخذة من قبلهم خاصة في جانب النظافة في جانب مياه الشرب وسلامتها. نعم. فهناك تجاوب كبير من قبل الأخوة في صندوق النظافة أو في المياه وهناك إجراءات أظنها ظاهرة في اليومين الماضية هناك إجراءات احترازية وتدخلات كبيرة من قبل هذه الجهات. فأتمنى أن تستمر هذه الإجراءات ونحافظ جميعا على النظافة سواء كانت نظافة شخصية أو نظافة عامة والجميع مسؤول ليس هذه الصناديق فقط حتى المجتمع نفسه والمواطن نفسه كيف يحمي نفسه المواطن في بيته في أسرته في نفسه في حيه في المنطقة كامل بشكل عام. فهالنظافة سلوك وتحتاج نظافة الفرد ونظافة الأسرة مهمة جدا غير النظافة الأخرى اللي هي سواء كان زبالة أو مجاري أو غيره. طيب. يجب أن نتحد ونكثف جهودنا جميعا وكلا يقوم بواجبه في هذه الظروف الصعبة. نعم. طيب دكتور رياض كيف ترد على الشائعات اللي يقول أنه المستشفيات مليئة بحالات في الكوليرا وأنه تم إخلاء قسم كامل علشان يحطوا فيه مرضى الكوليرا والكلام المنشور على الواتساب والفيسبوك الذي من شأنه يزعزع طمأنينة المواطن كيف بترد على الشائعات هذه؟ طبعا نحن قمنا بالاستعدادات من خلال إنشاء مراكز وتحديثها الاستعداد مبكر لأي حالات فتم إخلاء قسم في مستشفى بن سينا بحيث أن هذا القسم يكون خاص بأي حالات كوليرا أو حالات مشتبهة بالحالات المائية الحادة الكوليرا. فمن الطبيعي أن نحن نستعد ونخلي أقسام وتكون هذه الأقسام جاهزة لاستقبال أي حالات.
فلا يمكن ترقيد مرضى الكوليرا مع المرضى الآخرين في الأجسام الأخرى. يجب أن نستعد في هذا الجانب. لكن كحالات كوليرا في حضرموت لم تسجل أي حالة حتى الآن، ولو سجلت أي حالة سوف يتم إعلانها مباشرة من قبلنا، لأن هناك تدخلات أيضا من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الداعمين سواء المحليين أو الشركاء الأجانب. فموضوع الكوليرا لا يمكن إخفاءه أو لا يمكن التستر عليه، فمن خلاله يتم الدعم ويتم التدخلات من قبل المنظمات الدولية. أي حالة كوليرا مؤكدة سوف يتم إعلانها مباشرة ولا نحتاج إلى شائعات. نعم دكتور رياض، شكرا لك. شكرا جزيلا. تسلم دكتور رياض. أعزائنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل، في دربكة حصلت في الاستديو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونعود لكم. عدنا مشاهدينا مجددا ونعتذر عن الخلل الذي حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فأزمة الكهرباء ما زالت مستمرة ولم نصل بعد إلى الحل المرغوب يعني. والكثير بالذكر أن حلقة الكهرباء كانت الحلقة الماضية أو الأسبوع الماضي وصورتها وهي طافية، والآن كمان بتنقطع، فهذا دليل انه احنا بنعمل تحت ضغط وتحت رحم معاناة. الدكتور رياض القريري لو بتشاهد الحلقة انا بعتذر منك، نهيت المكالمة بشكل سريع جدا من غير ما اشكرك، من غير حتى ما احط الاسئلة الباقية، لانه كان محضرة لك كمان اسئلة كنت حابة كمان اناقشك من ناحية الادوية وكيف الاستعدادات حق هذه، يعني هل كمية الأدوية في المستشفيات متوفرة، مكتب الصحة بيوفرها؟ بس أعتقد أنه أنا حستنبط من كلامك لما قلت أنه أنتم الآن بتشتغلوا أو بتعملوا استعداد مبكر، أنكم بدأتم تخلوا بعض الأقسام في مستشفى ابن سينا عشان تكون مخصصة لاستقبال حالات الكوليرا، وأنه عندكم الآن كمان مراكز علاجية، فأتوقع دام في هذه الاستعدادات هذه كافة فأتوقع أنه إن شاء الله يكون موضوع الأدوية كمان جيد في هذا الموضوع. يعني كل ما عملنا استعداد مبكر كان الوضع أفضل، أو قدرنا نكافح الوباء وغيره من الأوبئة بشكل أكبر جدا. كنت حابة أشكرك على حفاوتك ورحابة صدرك، يعني تقريبا أو زي ما يقولوا بضربك المثل يا دكتور رياض القريري، لأنه هذه المرة الثانية على التوالي اللي بتطلع معانا فيها على برنامج حديد الشارع وتعطي نحن التفاصيل وبتصرح للمواطنين وبتوعيهم وبتثقفهم، فيحس المواطن أنك قريب جدا منه ويستطيع أنه يسمعك ويوصل لك، على عكس بعض مدراء العموم اللي ناخذ منهم مواعيد ويوعدونا ويقولوا بنطلع معاكم ويا إما يعتذروا أو نتصلوا جوالاتهم مغلقة. وفهمكم كفاية أعزائي المشاهدين أنا بتكلم على مين. فأعتقد إنه هذا شيء حلو إنه يعني يكون في حرص من أجهزة الإعلام وتتعاون مع مكتب الصحة والمدير يطلع يطمن المواطنين والمشاهدين بخصوص موضوع الكوليرا. وزي ما قال لم يتم تسجيل أي حالة إلى الآن في المكلا، كانت هناك فقط 15 حالة تم الاشتباه بها. تم الاشتباه بها يعني يا عالم هي كوليرا ولا مش كوليرا، ولما أحالوها للفحص الزراعي تم نفيه أنه ما فيهاش كوليرا، وعادوا هذه الحالات لم تكن من المكلا، تم استقبالها من محافظات أخرى، ولكن الوضع تحت السيطرة. كلام دكتور رياض القريري مرة مبشر ومفرح، وتحس كذا بنوع من الاستقرار والسكينة انه فعلا في جهود حثيثة تبذل، في مساعي، في شغل. بس انقطاع الكهرباء والله يا دكتور احالني على انني اكمل معك. من دكتور رياض؟ الو. ايوه مرحبا دكتور رياض، معنا على الخط. حياكم الله. أكيد تتابعني. أنا حبيت أن أطمنكم يعني وأكمل معكم في بقية الموضوع في موضوع الحلقة. نعم. فهناك مخزون علاجي كافي حاضرة
نحن نعمل عليه بشكل كبير جدا. نعم. وأيضا هناك مراكز معالجة تم تخصيصها في حالة ما زادت حالات وظهرت حالات. نعم. وهم حالات أفضل لأن نحن معالجين قريب طبعا ومؤسسة كل المحافظات لمحافظة حضرموت، فبنقدم خدمات لكل الوافدين لدينا من أي محافظة من المحافظات. فهناك مخزون علاجي كافي، وأيضا هناك كوادر جاهزة، وأيضا تم التواصل مع وزارة الصحة العامة والسكان والمنظمات الدولية، وسوف يكون هناك دعم وتدخلات كما عودناكم. نحن في ساحل حضرموت في الصحة استعداداتنا مبكرا، إجراءاتنا سريعة، والتوفيق الله سبحانه وتعالى دائما حليفنا، لأن حياتنا صادقة في هذا الجانب، ونتعامل مع أهلنا بكل حب واحترام وتقديم، ونقدر المهنة التي نحن فيها. نعم. فقبل أن نكون مسؤولين فنحن أطباء ومسؤولين عن الخدمات التي نقدمها لأهالينا في كل المحافظة بشكل عام. يعني كانت التجربة السابقة في العام 2017 خلال 3 شهور بتكاتف كل الجهات التي لها علاقة، سواء كان في النظافة أو في المياه أو في البلدية، كلنا اشتغلنا مع بعض فريق واحد برئاسة السلطة المحلية، وخلال 3 أشهر علمنا خروج محافظة من الكوليرا. في محافظات أخرى مستمرة معهم الكوليرا على مدار الأعوام السابقة ولم تنقطع، لحد ما نفذت حملات تطعيم في هذه المناطق، تطعيم في كل الأعمار ضد الكوليرا، لكن نحن في حضرموت لم تنفذ هذه الحملة لأن ليس لدينا حالات كوليرا، وهناك خدمات مستقرة ونشتغل بشكل كبير جدا، نحاول من خلالها أن نقدم خدمات متميزة لنا في هذه المحافظة. يعني أستطيع أن أفهم من كلامك دكتور رياض أن لا داعي للقلق. لا داعي للقلق فعلا، ويجب أن نركز بشكل كبير على نظافة أنفسنا وعلى الإجراءات السلامة بشكل كبير، ونحن نقوم بالواجب الذي علينا. طب بالنسبة للحملات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتب الصحة كيف يعني بيشغال عليها كمان ولا بيكتفي على الحملات اللي بتكون في بالمنظمات العالمية؟ وأيضا نحن نتمنى أن نستغل وسائل التواصل الاجتماعي بدلا أن ننشر شائعات ونخيئ الخوف الناس، أن نوصل رسائل توعوية وتثقيفية كيف الوقاية من الكوليرا، فأنا نقدم خدمة ونصيحة للمواطنين أفضل من أن نقدم تخويف أو عمل أو أننا ننشر شائعات قد تمس بالمواطن وتخوفه، وأيضا تجعلنا نحن في مكتب الصحة في قلق، بحيث أننا لما يجي الوباء الحقيقي نكون غير مستعدين أو غير جاهزين. نعم نعم. طيب دكتور رياض، أنت كمان على الهواء مباشرة ومشاهدين قناة المكلا بيسمعوك، إيش تحب تقول لهم؟ إيش تحب توجه لهم؟ أنا أتمنى من أخواننا في قناة المكلا وكما عودونا دائما أن يوصلوا رسائل توعوية مثل وأيضا أوجه رسالة من خلالهم لكل وسائل الإعلام، سواء كانت وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة، أن يوصلوا رسائل توعوية وتثقيفية لكل المواطنين، رسائل حول الوقاية من الكوليرا، هناك رسائل جاهزة موجودة لدينا في مكتب الصحة، يجب أن يستفيدوا منها يوصلوها للمواطنين كيف الوقاية وكيف منع وصول هذا الوباء إلى المحافظة، ونحن لدينا هدف عام نعمل عليه، الحفاظ على حضرموت خالية من الكوليرا، ونستمر على هذه المسيرة في بطرق سليمة وصحية لكل المواطنين وكل أهلنا في حضرموت. نعم دكتور رياض، والله العظيم أنا سعيدة بمكالمتك للمرة الثانية، يعني مكالمتك هذه على العين وعلى الرأس. الله يحفظكم. الله يحفظك، شكرا لك دكتور رياض. يعني خلونا شوية من الكوليرا، بس خلونا احنا، انا حبيت موضوع الحرص صراحة، يعني اتصلنا عليه وهو بلغني قبل الهواء، قال لي شوفي انا ححط لك رقمين لانه احتمال انا اكون في مكان التغطية حقه مش كويسة، فاذا الرقم هذا مغلق قربي على الرقم هذا. شوفوا الحرص رقم واحد، اتصلنا عليه والتغطية والشبكة مش كويسة، وكان مستمر في الكلام ومستمر انه يوصل الرسالة، انقطعت الكهرباء فاضطريت انني انهي معه بشكل سريع، لكنه شوفوا الحرص كمان، يبدو انه كان متابعني على الهواء، فلما سمعني اوجه له رسالة اتصل هو بنفسه شخصيا على البرنامج. شوفوا الحرص لا فين، علشان فقط يوصل للرسالة ويتواصل مع المواطنين ومع الجمهور، هذا فعلا يعني شخص على قدر عال من المسؤولية، تهمه صحة وسلامة المواطنين، مقدر المنصب والكرسي اللي هو فيه، متعاون جدا مع أجهزة الإعلام، لأنه مؤمن إنه العلاقة بين نحن تكاملية، ما بين مكتب الصحة وما بين قناة المكلا أو أي وسيلة إعلامية، يعني إحنا نمشي مثل ما قال دكتور رياض على وتيرة واحدة،
علشان نوصل للسلامة والصحة، لأنه موضوع الكوليرا هذا إحنا يعني هو دور توعوي تثقيفي إعلامي صحي، يعني كلنا المفروض إنه نتحد مثل ما قال دكتور رياض القريري. والله يا دكتور رياض أنا سعيدة في بك واتصالك للمرة الثانية على العين وعلى الرأس، وبمثلك كمدراء عموم نحن نفخر بهم صراحة. يعني بعد كم إحباطات لقيتها من كم مدير عام لنسق معاه ويرفض أن يدلي بتصريح للمواطنين، وكأنه ما لوش وكأن المواطنين هذولا ما لهمش حق على المدير العام في معرفة ما الذي يدور في البلد، أو إنه يعطيك موعد ويخلف. أنا أشكرك صراحة على الحرص هذا وعطاءنا من وقتك عشان البرنامج وعشان مشاهدين قناة المكلة ومواطنين حضرموت. شباب لو نشوف الضيف الثاني للحلقة، مثل ما قال دكتور رياض، الاستعداد المبكر، بدأوا بحملة توعوية تثقيفية، وزي ما كمان طمن نحن إنه مخزون الأدوية أو مخزون العلاج كافي جدا، وفرغوا أقسام في مستشفى ابن سينا لاستقبال الحالات، وحتى الحالات اللي تمت استقبالها كما رصد لنا دكتور رياض إن 15 حالة وعادها مش من المكلة ومش من حضرموت، من المحافظات المجاورة، وكانت مجرد حالات مشتبه فيها، ولما أحالوها للفحص الزراعي تم نفيه إنه هذه حالات ليست حالات كوليرا. هم حاليا الآن بيعملوا كما يقولوا شغل أو بينسقوا مع الجهات المعنية، مع صندوق النظافة ومياه الصرف الصحي والبلدية، يعني علشان إنه تكون العلاقة تكاملية وشغل مع بعض. في اتصال؟ أعزائي المشاهدين، معنا على الخط المهندس زاهر باخوار، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. مهندس زاهر كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. إيش أخبارك؟ أهلا وسهلا. تسلم، الله يحفظك. منذ قليل كان ضيفنا دكتور رياض القريري وحدث نحن أنه أنتم عاملين فريق للتدخل السريع، فممكن تكلمني حول هذا الموضوع؟ أولا أشكرك يا أخت غدير، وأشكر الأخوة في قناة المكلة على هذه الاستضافة، والشكر موصول أيضا للدكتور رياض السطرة ده ووضح الفكرة بشكل كامل. نحن بالنسبة لنا في مياه الريف أحد الشركاء مكتب وزارة الصحة وأيضا شريك لليونيسف في هذه الحملات اللي تقام. البرنامج الكوليرا من أول ما ظهر من 2017 وما قبلها وما بعدها، مياه الريف متكفل بغرفة عمليات متواصلة على مدار الأسبوع حول التراكم الترصد الذي يطلع من وزارة الصحة. فعندما تطلع حالة مشتبهة بها فقط مجرد اشتباه، ينزل فريق من عندنا من مياه الريف يحوي على ذكر وانثى، كل واحد منهم مهمة. هو بشكل عام احنا اربع فريق الان موجودة معنا، معنا 8 عناصر بيشتغل على طول، شغالة معنا منذ السنة الماضية واللي قبلها. نعم. قبل 6 شهور اهلنا ايضا اربع فرق اخرى تكون ستاند باي في حالة لو تجي موجات اخرى من الكوليرا. عملنا هذه الفكرة وهذه الحملة في 2017 بدعوة من الأخ المحافظ ومشرفة مكتب الصحة، والحمد لله كانت ناجحة 100%. الآن 2018 مرت علينا بالسلام بحالات اشتباه بسيطة. بدأنا 2019 الآن موجة جديدة هذه فيها حالات اشتباه كما وضحها الدكتور، كان فيها نزولات بشكل مباشر، تترقب الترصد في الليل تنزل الصباح مباشرة الفرق الاستجابة للمواطن. الغرض منها ان احنا المياه الملوثه اللي تنقل الكوليرا تقوم انت بمعالجتها واصحاحها. نعم. فهو وزاره الصحه تشخص المرض وتعالجه، نحن دورنا في الريف هو حصر المرض. فلما تجي حاله كوليرا في الحاره الفلانيه في سواء في المكلا او في رياف المكلا او في حجر او في ميفا، ننزل فريق الاستجابه يتكون من اثنين ذكر وانثى. الشاب مهمته الكلورة للمياه ومصادر المياه وتوزيع الكلور للحالة المصابة والبيت الذي فيه، وأيضا توزيع الكلور والصابون وأدوات النظافة للعشرين بيت حوالي هذا البيت المصاب. نعم. لكي تحصل المرض في حارة معينة أو في مصدر مشروب واحد. وأيضا دور الفتاة اللي تكون مرافقة للفريق هي التوعية والسي فور دي اللي هو التواصل من أجل التنمية، تدخل البيت لعند الحالة المصابة لأهلهم للأطفال، كيف التوعية، كيف غسل اليد، كيف
مع الاستمرار كيف استخدام الكلور. فهو العمل مشترك مع بعض فريق متكامل ينزل الحارات هذه 20 بيت كامل يحصرها حوالين البيت المصاب وحواليه 20 بيت متكاملة، يعني 21 بيت يستهدف. طيب مهندس زاهر، هذا في الريف، ماذا عن المكلة؟ من هنا اللي بينقل؟ المكلة يطبق نفس الكلام، الحملة التي لدينا بالكوليرا هي للكل. نعم. مياه الريف استخدمت شراكة اليونسف، استخدمت مياه الريف لمقاومة الكوليرا بشكل عام. نحن في مياه الريف أساسا مسؤولين عن 70% من سكان الجمهورية. نعم. فبقي 30% اللي في الحظر اوريدي مثلا المكلة موجود الكلور في الماء، لكن التوعية مطلوبة، فالسي فردي يكون شغال عندنا في الفرق، ما يوزع كلور داخل المكلة وإنما يوزع الصوابين وأدوات النظافة حوالين البيت اللي مصاب وعشرين بيت الحارة نفسها. نعم. كانوا دلوقتي لو جو للشفاء اليوم كانوا نازلين في حالة الشباح أيضا في بنزين أعتقد أو يفوة، وأمس كانوا في ثلاث حالات يوم الجمعة نازلين، حتى لو كان إجازة النزول يكون هذه مجلسي وطواري ما فيها أبدا أي تأخر ويكون على طول بشكل مباشر. كيف تشوفوا تفاعل الناس معاكم يعني بخصوص هذا الموضوع؟ هل هم من يبلغوكم احنا شفنا حالة اشتبهنا فيها؟ لا، هو نحن الحالات اللي تجي عبر الترصد الوباي، جات حالة اسهال مائي حاد في مستوصف الفلاني مثلا او في يبلغوكم، يتم الابلاغ عبر شبكة الصحة في الترصد عن الدكتور رياض انه جاء رأس حالة في حجر في يوم الفلاني في مكان الفلاني وعنوان هكذا، نستقبل الترصد من عندهم. عضو الترصد هو ايضا من ضمن الشبكه عندنا في مياه الريف، ونحن من ضمنهم معاهم في نفس غرفه العمليات، نفس الجروب، نفس الواتساب، نفس الايميلات شغاله مع بعض. نعم. فيبلغونا على طول في الليل مثلا، الصباح ثاني يوم تنزل الفرق الاستجابه. نعم. هذه كحلول امرجنسي وطوارئ. طيب. وايضا في امور وحلول اخرى اللي هي حلول مستدامه. مثلا نحن الان بشراكات مع اليونسف مع منظمات نعمل مشاريع مياه، نبدا بالمشاريع المياه المتعثره التي فيها موجات كوليرا. ايوه. السنه الماضيه أهلنا مشروع مياه الصدارة في حجر، هذا المشروع يضم 11 منطقة في حجر. هذه 11 منطقة تعرضت السنة الماضية 2017 إلى موجة كوليرا كبيرة، فانتشلنا هذا المشروع من في ظرف يعني 14 سنة هو متعثر والناس تشرب إلى مياه ملوثة، إلى أن صار مشروع متكامل يشرب الطاقة الشمسية وتوصيل منزلي وعدادات داخل البيوت. فأنت الآن بهذه الطريقة تسيطري على مناطق كاملة بالمصدر ما واحد، فلما تحضر أي شيء ممكن تكلور مصدر المياه هذا، فأنت 11 منطقة أوريدي كلها تكون مكلورة عندك. نعم. وفي معانا الان برنامج ايضا مع اليونسف، هي مشروع مياه جدول ويحول ست مناطق في حجر، وفي طاقه شمسيه لمنطقه الحاضنه ايضا بتساعد في هذه المواضيع. فهذه الان نحن نشتغل على جانبين، جانب الامرجنسي الطوارئ كفريق استجابه، وايضا جوانب التاهيل للمشاريع المتعثره. انتم تعرفوا وضع الدوله الان، الخدمات متدنيه جدا في المدن، فما بالك في الارياف. نعم. ونحن الان نتجه بهذا الاتجاه بتحويل وتوجيه التمويلات الى تدريج المشاريع عبر أول المشاريع المتعثرة التي تشرب الناس فيها مياه ملوثة وتكون معرضة للإسهالات في هذه المناطق. صحيح. طيب دوركم مثلا كمان في موضوع مياه المجاري، يعني بما أنه تخصصك مياه في التحديد، يعني بالضبط. كيف تصلحوا موضوع المجاري كمان لم يحل يعني؟ مياه المجاري في المدن الحضرية هو مسؤولية المياه والصرف الصحي. صحيح. وأنت تشوف هذه الأزمات المجاري بشكل عام الضغوطات تكون عليها تكون أكثر شيء موجودة في المدن لأن الزحمة فيها والكثافة السكانية. في الأرياف يسمى ما يسمى بالإصحاح البيئي. الإصحاح البيئي هو عبارة عن نظام الصرف الصحي البسيط. مثلا البيت الفلاني معاه بيارة مكشوفة تعمل التوعية فيها، أو أن تساعدهم في بعض البرامج اللي تعمل إصحاح البيئي بتغطية البيارات بتوصيلها برفع الوعي أن المجاري ما تكون في شوارع مرمية بهذه الطريقة. نعم. نعم. وأيضا في جانب آخر وهو جانب التوعية. التوعية نحن عملنا في 2017 مع دورة حملة الكوليرا مع الدكتور رياض حملة حوالي 20 مشروع. الآن معانا دورات تدريبية لجانب المشاريع ودخلنا فيها التوعية، فنحن بندرب بعد رمضان بإذن الله حوالي 30 مشروع من مناطق أرياف حضرموت. 30 مشروع هذه بتجي منها 90 شخص يتم تدريبهم على تشغيل مشاريع ودخلنا فيها التوعية من الكوليرا أيضا. الأشخاص اللي بتدربوهم أطباء ولا ناس عاديين؟ ناس عاديين مشغلين المشاريع. هو الان هذا مشغل المشروع لازم يكون عنده الوعي. عنده الوعي كيف اذا جات حالات اتهالات كيف يتصرف، كيف يستخدم الكلور الحبوب ابو اللي يحطه في الدباب استخدام منزلي، كيف يستخدم الكلور المنزلي للبيت كامل ابو الخزانات، كيف يستخدم المسحوق الكلور للخزان المنطقه بشكل كامل. فهم ياخذوا التدريب كامل في هذا الجانب. بيتم التدريب بعد رمضان. بعد رمضان ان شاء الله، الان اخذنا الموافقه من اليونسف وبنبدا بعد رمضان بثلاث دورات متتاليه ل30 مشروع. صرحت بالكلام هذا قبل كذا ولا؟ لا، هذا اول تقرير صرحته اليوم في القناه عندكم لقناه الوكلاء. ايوه بالضبط. اخذت الموافقه من اليونسف. الحمد لله والامور طيبه، وبعدين ان شاء الله بنباشر. جانا رمضان الان حضف الشغله، لكن ان شاء الله بعد رمضان باذن الله بنباشر هذه الدورات التاليه. ايش اسم المشروع؟
المشروع هو نفس المشروع اللي هو عبارة عن تدريب وتأهيل لجان مشغل المشاريع. تدريب وتأهيل لجان مشغل المشاريع برياض حضرمون. جانب في مشروع بيتدربوا منه 3 أشخاص من كل مشروع، مدير المشروع والمحاسب ومشغل المضخة. دورة كبيرة جدا يعني في الجانب التدريبي لتشغيل المشاريع نفسها كجانب إدارة ومحاسبة، وتشغيل المشروع كمضخات وطاقة شمسية، وأدخلنا التوعية للثلاثة هذول بيكونوا نفسهم عبارة عن عناصر لها أخذت كورس في التوعية في الكوليرا وكيف الوقاية منها. نعم. فكان هو المقترح أساس أن هذول 30 مشروع بيدربوا في جانب التشغيل فقط. فاقترحنا على اليونيسف ان احنا ندخل فيهم التوعيه بحيث الموجات الكوليرا الجايه ان هذول الثلاثه العناصر بيكونوا هم شغالين المشروع وهم المقاومين للنظام الكوليرا في كالورة المياه. فاخذت الفكره استحباب من اليونيسف واعتمدوها لدينا. واعتمدوها لديكم. طيب يعني مهندس زاهر، من بدايه ما تكلمني وانت اليونيسف يعني دور المنظمات الدوليه كان مهم في حضرموت يعني. بالضبط. شوفي، هو اليونيسف هو وعاء لإدارة التمويلات. يونيسف ما يمول هو كيونيسف، إنما يدير التمويلات، فتأتي التمويلات عبرهم في الإصحاح البيئي في حماية الأم والطفل، والمستهدف الأساسي من هذه المشاريع هي الأم والطفل، لأن العناء المعاناة تجي عليهم. صحيح. تلاقي اليونيسف هو الداعم، لكن التمويل يجي من ملك سلمان، أو التمويل يجي من الإمارات، أو التمويل يجي من البنك الدولي، أو التمويل يجي من الاتحاد الأوروبي، أو التمويل يجي من الألماني. فالكل يمول في رأس السلة هذه، والسلة توجه إلى الإصحاح البيئي وإلى الوش اللي هو المياه والصرف الصحي في الرياض. نعم. فهي مو موضوع أن يونيسف فقط، إنما هي عبارة عن تكفل يونيسف بمقاومة الكرة، برنامج مقاومة الكرة مسند إليهم وشريك معهم يعني في هذا الجانب. نعم. أنا أقصد أنه يعني المفروض كمان السلطة لما تشوف التحركات هذه من قبل المجتمع المدني كمان المفروض تحط يدها في يدكم مع المجتمع المدني كمان. بالضبط، وهذا هو صاير. نحن الآن كمياه صرف صحي معانا جروب أو كلستر، ما يسمى كلستر أو كتلة المياه هذه تضم جميع المنظمات المجتمع المدني اللي تشتغل بجانب المياه. نعم. المياه مو فقط المياه المؤسسة المياه والمياه الريف، فإن الجوانب الأخرى في كل المنظمات المجتمع المدني تدعم، هذه يعمل مشروع هنا، هذه يعمل بير هنا، هذه يعمل خزان، هذه يأسس شبكة، فكلما هذول ضمن إطار اللي هو كلستر المياه والإصحاح البيئي. هم شغالين الآن عندنا هنا بشكل كامل، قيادة واحدة وغرفة تحكم واحدة اللي هي كلستر المياه، مربط أيضا بالجهات الداخلة. طيب. كانت حركات برضه في العطارات شبالة وماكون، وأيضا عطارات لبان اللي حضربت المهرة، فكان هذه التدخلات كلها مع بعض اشتغلنا مع بعض فيها. والسلطة المحلية ما هي بعيدة من الموضوع، فحضرموت خالية من الكوليرا، الحملة اللي تمت بدعم من السلطة المحلية 2018 كاملة، وهذه أفادت في 2018. والآن إذا في أي موجات أخرى عبر وزارة الصحة، مكتب الصحة والدكتور رياض أيضا عبر هذه السلطة المحلية. نعم. والأمور طيبة بإذن الله. إذن بس خليني أوجه لك نصيحة مهندس زاهر، أول حاجة أنا سعيدة بل متفاجئة بكمية الطاقة الإيجابية اللي شحنت نحن ياها في البرنامج بالمشاريع والاستعدادات والمساعي والجهود الحثيثة، لكن بس بقول لك فعل دور الإعلام عندكم في مياه الريف، لأنه يعني يمكن إحنا عارفين على مكتب الصحة لأنه دكتور رياض شغال كويس جدا على الإعلام، بس يمكن أنت شوية كذا مش قوي في الإعلام. شوفي. نعم. قناة المكلة هذه هي مستهدفة في المكلة وفي المناطق الحضرية، قد يكون قطاع العمل اللي يشتغل فيها في الأرياف هو اللي يكون شوية بعيد من صحيح ممكن، بس يعني أنا متفاجئة بكمية المشاريع والكذا يعني والله لو تنشر على المواقع التواصل الاجتماعي وفي الأخبار والله يعني هنخفف الضغط عليكم كمسؤولين، إنه والله في مسؤولين كمان عندهم حس عالي من المسؤولية وبتهمهم حضرموت. كلام صحيح. فهذه مجرد نصيحة اعتبرها قدمت لك من إعلامية. أكيد. مهندس زاهر انت شرفتني ونورتني وانت معانا على الخط وعلى الهواء مباشرة في قناة المكلة. قبل اختم معك تحب توجه رسالة للمشاهدين؟ رسالة للمشاهدين بشكل عام انتبهوا للجانب التوعية، العدوى من الكوليرا هي سلوك، الجنة هي سلوك، الانسان كيف يستخدم غسل يده في اليوم عند دخول الحمام، عند الخروج، عند الله، عند الاكل، عند هذا، هي سلوك حياة. ونحن بحضرموت الان ناجحين في هذا الجانب، عدد الكوليرا عندنا اقل بحفظ الله سبحانه وتعالى، وايضا مدى الوعي الموجود عندنا كحضارة. نعم. فتلاقي الكوليرا اقل انتشارا عندنا، الناس برضه فيها من الوعي، فيها من التعلم، ويحافظوا على هذا الجانب، والكل وعي
للأطفال والنساء والأرياف والحضر صحيح. إن شاء الله يحفظ البلاد والعباد من كل شر. آمين آمين آمين. مهندس زاهر باخوار شكرا لك. تسلم الله يحفظك. والله من الحلقات المميزة واللي أنا سعيدة اللي أنا اشتغلت فيها. يعني دكتور رياض القريري كان أسهب في التفاصيل بشكل كبير جدا، والمهندس زاهر بخوار على الرغم أنه أول مرة بنستضيفه في قناة المكلف في حديث الشارع أسهب وبشكل كبير 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 جدا، وعطل إحنا تصريحات حلوة. أنا حقيقة متفاجئة من كمية هذه الجهود، من كمية هذا الاستعداد المبكر، من كمية هذه المشاريع والتدريب والتأهيل. يعني جهات شغالة، يعني يا جماعة نكون منصفين في حديث الشارع، قدوا الجهات اللي ما تشتغل شو وما تقومش بواجبة قد نحن نذكرهم على الهواء، والمسؤولين اللي ما يردوش على هواتفهم ويعطوا نحن مواعيد كذابة كمان نذكرهم على الهواء. بس كمان لما يكونوا في مسؤولين مهتمين وحريصين على المواطن ويشتغلوا على قلب ورب، كمان هنا المفروض انه نحن نشيد في بهم. أنا متفاجئة بحقيقة المشاريع والجهود اللي بيعملها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون والشراكة طبعا مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وزي ما قال الدكتور رياض إنهم هم كمان عاملين فرق للتدخل السريع بتشتغل معاهم في هذا الجانب. بس كمان نحن نتمنى إنه يتم السيطرة على موضوع المجاري وعلى موضوع القمامة. شوفوا أنا موضوع المجاري طلعت فيه به، وكنا باتصال مفصل مع المهندسة وهيب غانم. يا أستاذ وهيب أنا أكلمك من البرنامج مباشرة، نشوف إذا ما شفتش أي تغيير. يعني وأنا إلى الآن من يوم ما أذعت الحلقة مش شايفة ذاك التغيير الملحوظ والملموس اللي كلمتني عنه، شوف بطلع حلقة جديدة. لأنه موضوع مياه المجاري أو مياه الصرف الصحي مربوط في كافة المواضيع صراحة، مربوط بالصحة، مربوط بالكوليرا، مربوط بالأوبئة، مربوط بالمنظر الحضاري، مربوط بالأمراض، مربوط بالمرأة والطفل، مربوط بشكل كبير. فقبل أطلع حلقة في هذا الموضوع مجددا، يا ريت يتم معالجة هذا الموضوع يا مهندس وهيب غانم. وأنا إن شاء الله أقول إنك على قدر من المسؤولية، فلا تخيبش ظني في بك. بالنسبة للقمامة نحن ما طلعناش في حديث الشارع إلى الآن، ما طلعناش إلى الآن حلقة حول القمامة أو النظافة بشكل عام. يعني ما اتطرقناش لموضوع القمامة أو إنه مثلا استضفنا أحد من صندوق النظافة والتحسين. فأعزائي المشاهدين، إذا بتشعروا أو بتحسوا يعني إنه أنتم في إحنا في برنامج حديث الشارع لازم نطلع حلقة على القمامة والنظافة ونستضيف حد من صندوق النظافة والتحسين، رجاء بلغونا، رقم البرنامج يطلع جنبكم على الشاشة. كمان حتى ممكن يعني إذا خلصنا من البرنامج كمان الرقم موجود عندكم، تتصلوا تقولوا لا نحن محتاجين أنكم أنتم كمان تطلعوا في هذا الموضوع. جميلة الحركات اللي بيعملها دكتور رياض، إنه وجهوا رسائل يخاطبوا فيها صندوق النظافة ويخاطبوا فيها مؤسسة المياه والصرف الصحي عشان الضغط على موضوع الكوليرا من ناحية المجاري والقمامة. كما قال مهندس زاهر باخوار إنه نحن في مياه الريف شغلنا الشاغل إنه نحن نحصر المرض، يعني إنهم يعملوا على تنقية مياه الشرب ويحطوا لها كلور وفرق تطوعية بتنزل مكونة من شاب وفتاة بيوزعوا الصابون وما إلى آخره من هذه الحاجات. أنا سعيدة كمان بدور اليونيسف اليمن وأكيد منظمة الصحة العالمية WHO إنهم قائمين بهذا الدور، على الرغم إنه وضح لنا المهندس زاهر إنه اليونيسف تأخذ التمويل بس لكن تدير به مشاريع، لكن هذا شيء جميل إنه بنشوف مشاريع على أرض الواقع خير مما
أن لا نرى مشاريع البتة. كمان دور الأمهات للحفاظ على العائلة مهم جدا. عزيزات الأمهات، إذا شفتي طفلك عنده إسهال شديد ويعاني من حمى وقيء وتحس إنه جسمه جاف، لا تتردديش على طول إنك تروحي تسعفيه وتعملوا تبلغوا الشبكات اللي عاملها دكتور رياض، إنكم تبلغوا عن المرض أو الوباء الكوليرا علشان كلنا نحصره. وزي ما طمننا إحنا ما فيش حاجة تدعو للقلق، لم تسجل إلى الآن أي حالة في حضرموت. يعني نقدر نقول مثل ما اللواء فرق سالمين البحسني صرح وقال إنه حضرموت محافظة آمنة أمنيا، نحن الآن بعد هذه الحلقة نقدر نصرح ونقول إنه حضرموت كمان آمنة صحيا، يعني نحن في السيف سايد. مشاهدينا، وصلنا للختام. نسعى لتوعيتكم وتثقيفكم للحفاظ على سلامتكم، فمثلما تهمنا قضاياكم ومشاكلكم أيضا تهمنا صحتكم وعافيتكم، وكفانا الله وإياكم شر المرض. كنتم معي أنا عبير واكد، ألقاكم في حلقة جديدة، دمتم في ألف خير.